ده شفناه كمان للمصريين في الخارج، شفنا ازاي انه بالرغم من انه عايش في دولة تانية وله حياة تانية ومستقر بشكل كبير، الا انه مهتم انه يكون جزء في هذه العملية الانتخابية. صحيح صحيح. وعايز اقول لك حاجة، انت لما تشوف مثلا في هدي لك مثالين، في دول عربية زي السعودية في مواطنين تكبدوا مشقة السفر 12 و13 ساعة عشان يروحوا للقنصلية بتاعتنا في الرياض عشان يدوا صوتهم. في الولايات المتحدة الأمريكية في ناس سافرت حوالي 12 ساعة من جنوبها إلى واشنطن ولا الأقرب قنصلية يدوا فيهم صوتها، يدوا فيهم صوتهم، وسافروا 12-14 ساعة. احنا في تغطيتنا الاسبوع اللي فات يمكن من اكتر من دوله لقينا المشهد اللي حضرتك بتقوله ده بالظبط، فكره انه في ناس بتسافر مسافات طويله جدا فقط للادلاء باسرها، اسره كامله على فكره مسافره في عربيه فان عشان تبات في الشارع وهي في العربيه عشان تروح من الصبح الصباح الباكر تدي صوتها في القنصليه بتاعتنا. وشوفي بقى من جوه في الداخل هنا، شوفي فاكره احنا لما كنا قاعدين بنتكلم حلايب وشلاتين، حلايب وشلاتين امبارح مشهد فريد. سيارات مليئه بالمواطنين تشبه اساطيل وحافلات مليئه بالمواطنين المصريين اللي ليهم كل احترام وتقدير، واقفين بطوابير وحافلات وحشود كبيره جدا رايحه تدي صوتها، بتاكد ان حلايب وشلاتين. وعايز اقول لك حاجه، كان المشهد محاط بعماير ومجتمعات عمرانيه بتشيد وحاجات زي كده، اللي هو بيؤكد ان القياده السياسيه بتهتم بالدوله المصريه بالمواطن المصري، مش في القاهره بس ولا في اسكندريه بس ولا في الجيزه بس ولا في المنوفيه بس، لا ده الاخر شبر في ارض مصر التنميه بطوله، في حلايب وشلاتين في الجنوب، في سيناء في الشرق. اللي هو بعض كان بيقول لك طب ده سيناء دي كلها احنا عمالين ننمي ليه وعمالين نعمل ليه وعمالين كذا، طب احنا حلايب وشلاتين. لا النهارده على فكره الملحمه اللي شفناها في حلايب وشلاتين وسيناء دي على فكره وحمايه حدودنا الجنوبيه والشرقيه بيؤكد تماما ان كان في بعد نظر عند الدوله المصريه وقيادتها ان 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 ان, إن كان رد الفعل والتقدير المتبادل من المواطن في سواء في سيناء او سواء في حلايب وشلاتين ظهر امبارح في الانتخابات الرئاسيه. الناس اللي خرجت على فكرة بدون أي توجيه وخرجت بحشود ومسيرات كبيرة جدا شايلة علم مصر عشان تؤكد على فكرة لأي حد بس يفكر، حلايب وشلاتين مصرية بمواطنين مصريين محمية بجيشها الباسل وقبل جيشها الباسل بمواطنينها المصريين والوطنيين بامتياز.